الكاريزما السياسية وفق كثيرين أدت لتفوق رجب طيب أردوغان على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، متحديا آمال المعارضة بالفوز الكبير. ورغم آمال رئيس حزب الشعب الجمهوري بتحقيق مفاجأة بجولة الإعادة، حددت صحيفة فاينانشال تايمز بريطانية العقبات الجاثمة أمامه بثلاثة. أولها إرهاق الناخبين المعارضين وفقدانهم للحافز بعد نتائج كانت أسوأ من المتوقع. أما ثاني التحديات فمن داخل المعارضة، أي التشكيك بأن كليتشدار أوغلو هو المنافس المناسب لمواجهة أردوغان. فكليتشدار أوغلو قاد حزب الشعب الجمهوري لثلاثة عشر عاما دون أن ينتصر في أي انتخابات تشريعية أو حتى رئاسية. لكن العقبة الأهم تتمثل بالحصول على أصوات المرشح الرئاسي القومي سينان أوغان، الذي حصد أكثر من 5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى. لكن ميله لأردوغان أكثر ترجيحا، إلى أن خبراء استبقوا جولة الإعادة بالتأكيد أن المشهد السياسي التركي سيظل دون تغيير تقريبا. والله ده بالله ده سرنا كدر مجادلة دي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.